السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات، أتمنى تكونوا بخير. واخا كل شيء هاد الأيامات كل شيء مبرزط وكل شيء خايف والروينة مايضة، المهم أنا خرج دابا راه شي 8:25 عندنا، خرج باغا نمشي للمكازا ناخد شي حوايج خاصيني ضروريين مخديتهمش. انا غادا معرفش، البارح كانت الروينه بزاف، جارتي خرجات قالت لي سقالة فين تخرجي، ما كاين حتى شي حاجه، شحال من حاجه ما كايناش، والناس مضاربين والصف طويل في الروينه. المهم انا دابا خرجت بكري زعما باش غيتحل ندخل ناخد غير داكشي الضروري، ما انا ماشي من داك النوع نبقى نهز هز هز ونديرو هاد الروينه هكا، انا كونطخ هادشي. المهم راه غيخليو المكازا تحلو لي، اللي خصو شي حاجه كيقدر يخرج. والله الناس حتى واحد ما داير ماسك، غير انا دايره هاد الروينه. هذا المهم هذا صايبته بتوب الاستيك، يعني داير الدور ديالو بحال الماسك الاخر، حيت الماسك الاخر غير بالتوب ما فيه حتى شي حاجه. المهم غير خاص غير صافي تساليو منو تلوحيو صافي. شديت غير طريف ديال التوب ودرت ليه هكا، يعني الجناب منين ندخل ودنيه هاي 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 على المكازا، الناس شادين الصف قداش ناهو يتسناو. يا الهي يا الهي. المهم حنا غادي ندخلو، ولكن رانا شي بزاف تاني باقي الناس. المهم انا نشد تاني معاهم الصف ضروري، خاصني شي حويجات ناخذهم. هانتوما لي باط الانواع والاشكال، هاد لي باط هادي كتعجبني واعره ورخيصه اون بلوس، شفتو زوين لي باط حاطينهم واعرين. ودي على الجهل والله العظيم الا جهلو جهلو جهلو. الروز هانتوما الروز، شوفو روينا شوفو، بقات غير اللوبيا مسكينة جاتهم غالية مع 3 أورو، هي اللي بقات. أنا راه دخلت تقديت داكشي اللي خصني، اللي بان ليا زعما ضروري، مدرتش ديك الجهالة وداك الهبال ديال لي زوطخ. والله العظيم إلا عرفتي كتشوفو شي مناظر لا إله إلا الله، الله يلطف بينا وحق الله الناس صافي جعرو وجهلو، جهل جهل والله. صراحه والله الا هادشي كيضر في القلب، والله ما عرفتش انا بنادم كيفاش حتى لهاد الدرجه شي حوايج هكا. يا شفتو هذا بابي طوالت، ما بغاش يتفهم ليا داك البابي طوالت اش داروا عليه عباد الله، شفنا دي فيديو تيضحكوا حتى لديك الدرجه، وشفت في المكازا بعيني عرفتي حاطين بابي طوالت، حاطين حشاكم غير 6 غير صغار ماشي غلاد كبار، دايرين لهم 2.20 واحد المراه جاره ديك الميكال كبيره كيكون واحد الصف هكا وشي حدا شي شي حدا شي جاره ما قادره تهزو، جاره لاكيس والاخرين معمرين الشاريوات. ما فهمتش انايا بنادم زعت على هادشي كله نظافه، ما عرفتش انا والله هادشي ما بغاش يتفهم ليا. المهم انا نوريكم داكشي اللي خديت، هادشي خديته من بعد المكازا، خديت انا لاكيس سورتو على داكشي اللي كيقوي المناعه. المهم هذا ما كيقويش المناعه، ولكن المهم خديته خديت الثومه، هادشي كامل البنات راه جيت ومسحته، درت زيف ومسحت بالخل وبجافيل، كنرش فداك الزيف كنرش الخل وكنرش هدر دايره فيها جافيل وكنرش وكنمسح مسحت كلشي، خليت داكشي حدا الباب قلت للدراري ما توصلوش ليه، بقيت كنمسح المهم باش بنادم ما يبقاش المهم نحيدو داك الشك وداك الزمر. فوالا المهم خديت شنو خديت، هانتوما خديت الثومه، ركزت على داكشي اللي قلت لكم اللي كيقوي المناعه، هذا ما بقاش عندي القزبر كارم، خديت اللويزه حتى هي حيت اللويزه كارمه احسن من النعناع، ماشي باش ما بقاش كل مره، انا اصلا ما كنشربش النعناع كيدوخني اتاي بالنعناع. المهم خديت الحمص، ما عرفتش هنايا شحال العبار، المهم اللي درت حطيته العدس هنا تبارك الله ما عرفتش شحال، المهم ماشي 3 كيلو ولا كثر فهمتي، متخيله هكا بزاف هاد الميكا. خديت القرعه حيت ما عنديش، بغيت نديرها في الصوبه لبنتي حيت ان شاء الله بنتي دابا غنبدا خصني نبدا ندير ليها تاكل مع قريبه تكمل 6 موا تبارك الله. انا خديت هذا ديال هذا سميتو الحمص مطحون اللي كيديروا به 40 شيكا حيت شحال هذه من درتها، واخا باقي عندي واحد نص باكيه. المهم خديت ثاني حتى هو على حساب حتى هو مقوي المناعه، عندك الحمص العدس اللوبيا هادشي مقوي المناعه. المهم خديت هاد القرعه ديال العسل قال لي راه مزيانه، هادشي كامل خديته من عند الخضار، المهم دايره 4.50 أورو،
قالك راه مزيان، ما عرفش. المهم انا ما عمرني جربت وقال هذا، وعلى المهم انا علاش خديت هذا، غادي نخلطه مع حبوب اللقاح، عندي حبوب اللقاح غادي نطحنها ونخلطه معاه باش نبدا نعطي الدراري وناخذو تحنايا. المهم معلقه في الصباح وفي الليل مزيانه بزاف، كتقوي المناعه. معروفه حبوب اللقاح مخيره، اللي لقى من يشريها ياخذها، خطير خطير في تقويه المناعه. راه مكتوبه هنايا المهم فيها الفيتامينات بزاف ومقويه، معروفه بزاف كتقوي المناعه بزاف بزاف بزاف، خطيره في تقويه المناعه. المهم شي حاجه اللي واعره بالنسبه لتقويه المناعه. كشي علاش خديتها باش نخلط من هنا، ولا المهم شي خديته من عند الخضار، واحد الروينه عند الخضار الله يرحمنا والله يلطف بينا. تقول واخا بنادم ما عرفتش شي ملاصق مع شي، قالك خايفين ما عرفتش، ما عرفتش انا مناش بنادم، ما عرفتش مناش خايف ومناش ما خايفش. ها هو خايف يموت بالجوع وغادين وملاصقين شي حدا شي، وما دايرينش لي ماسك، ما دايرينش لي غون، ما عرفتش بنادم ما كيتفهمش ليا. لا فوالا، مهم مهم خديت هذا، هذا لي سويتو خديت منو جوج، خديت ثاني الخل كذا كتعرفوا الخل حتى هو معقم، لحقاش ما كاين لا الكول حتى شي حاجه بالنسبه لداكشي ديال التعقيم ما كاينش. بالنسبه للشاي الاخضر البنات هو مقوي بزاف للمناعه، هذا تاع قديم الزمان. المهم هذا الشاي الاخضر سمعت عليه بانه شاي السيل الاخضر، المهم الاخضر كيقوي المناعه حتى هو بزاف بزاف. خديت جوج باكيات، هذا خديته كندير به واحد العصير حيت عندي دانون بزاف، كنديرو في واحد العصير. المهم حتى نقدر نشاركو معاكم، كيجي زوين، كيجي فحال الشكل. دابا حنا هنايا في فرنسا كيعجبنا رايبي، ومهم ماشي فحالكم تما كيتباع. ما كندير واحد العصير كيجي واعر فحال دانونينو هاد التخربيق هذا. المهم حتى ان شاء الله ندير لكم شي مره. خديت الماسكاربون، المهم غير الزيتون ماشي محتاجه ولا شي حاجه، الزبده والو ما كايناش، كنت خديت وحده كبيره مفرقعه كاع، قلت معليش غناخذ الساعه في الاخر ونخلي الزبل، خليتها كاع ما خديتها. يا ربي تسمح لي، عرفتي هادشي واحد الله العظيم ما كاين المرض. خديت هادو حتى ما بقاش عندي البابي كويسون، بابي باقي واحد شويه. المهم خديت باش نغسل الماعن البصله، حيت البصله راه غنعطي وحده لجارتي ونخلي وحده حيت شريت البصله كبيره غنقسموها، هادي حيت صغيرة نخليوها بعد مرات كنضربها بصلة صغيرة. المهم الأخرى كبيرة اللي شرات فيا حيت أنا مقدرتش نهزها، مهمش راجلها جابها. خديت اللوبيا، اللوبيا خديت ربعة، عطيتها لجارتي جوج حيت البارح مشات تشريها ملقاتهاش صافي. خديت الفرماج، جافيل مكاينش نهائيا والو، مكاينش جافيل. أشنو درت؟ هذاك الشاليوات اللي ناقصينهم اللي كيبقاو الناس يحطوا داكشي كيديروهم باش يحيدوهم كي ما كيبغيوهمش، بقيت كنبقشش لا كاينه شي حاجه زعما مهم نهزها ونلقى هادو. المهم خديتهم صافي، وخديت جافيل هذاك تاع باش نيتواي تواليت حاشاكم، وديال الزيت وصافي. والله يجعل البركه، خدينا خدينا الزيت، خدينا الدقيق، خدينا لي بات ما كايناش، خدينا خديت الفرماج غابي، خديت مهم منه جوج كيلو، كان عندي شي 750 غرام باقه. المطيشات الحك خديت بزاف، راه عندي واحد المهم دابا نوريكم داكشي اللي خديت من قبل، عاد كنت قديت تقضية ديال الشهر، والله يجعل البركة. ولا جات الموت راه كاملين غنموتو، بنادم علاش هاد الدرجة مدايرين وكيبقاو فيا أنا مساكن الناس اللي ما عندهمش وكيشوفو الناس كيتقداو، وها اللي جارجو الشريوات، ها اللي ما عادش ناهو، الله يلطف بينا الله يلطف بينا. فكروا غير في الناس مساكن اللي ما عندهمش، بنادم باش يشري ما عاد شحال يعطيه اللي ما يدخل على وحدين، كلشي كيفكر غير في راسو، كل شيء غير راسي راسي راسي. واش غنقول لكم، الله يبعد علينا هاد البلا والله يدير شي تاويت الخير، ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.